جيت على قبل الولد. اعلم احنا عندنا مشكله في الولد، انا مريض ولكن ما عنديش مشكل خمري. دابا الولد كيتاثر في الكرش كيتاثر في الراس وعندو الاعراض ديال العيش. دابا عاد كنا جالسين تنايا ودائما كنقول له غمض عينيك. دابا ملي غمض عينيه بنت له وجه ديال البنت 16 عام هو قالها لي ماشي انا. شحال في عمر هذا الوليد؟ هذا في عمره 9 سنين. 9 سنين دابا عنده الاصابه، عندها قول هكذاك ديك 4 سنين. حنا كاملين عندنا الاصابه ديال 4 سنين، يعني اصابه جديده. الولد تقاس انتقام مني انا. انتقام مني انا. يعني حنا عندنا العين والحسد وهذه الامور هذه. زيد اللي بغيت نقول لك بالنسبه للجن اللي معنا، انا عارف الجن اللي عندنا. يعني باش ما نهضروش في التفاصيل المهمه، الجن اللي عندنا حنا هو الجن ديال الحوادث. هذا الولد هذا ملي يخرج يلعب عاود الجن ديال الحوادث. حنا الدار ديالنا كيوقعوا فيها حوادث. فهمتك. الطريق اللي حدانا كيوقعوا فيها كسيد. فهمتك. الكسيد باينه ماشي كسيده عاديه. زيد الانسان بوحدو يتقلب، بوحدو يطريجي ليه، بوحدو يديرها. هذا يخرج يلعب يدخل مجروح. فهمتك. كل مره يخرج يلعب يطيح يتجرح يجي مجروح كل مره. يعني داكشي ماشي عادي. هذا هو اللي كاين. دابا عندهم مشكل في المفاصل وفي العظام، يعني الحركه ديالو تعواج، الصبع ديالو يعوج هكذا. وفي العشيه يتزير عليه الحال، يتزير عليه الحال فوق الجهد. البارح بقى يقول لي با ذبحني، قال لي ذبحني وحيد مني هذا الشيء. هكذا يقول ما فكتني معاه، غير درت له الحجامه عاد باش ارتاح شويه. دائما ملي ندير الحجامه هي كتفكري منه. الحجامه هي كتفكري نوض مع 12 الليل، مع الوحده الليل، مع جوج الليل ونصار معاه. اما ندلك واما ندير له الزيت، اما نقرع عليه. المهم نبقى معاه حيت كيبقاو يعملوا التجديد والحركات بزاف في النعاس وكيديرونجا بزاف وكيعييه داك الشيء. كيعييه داك الشيء وكيقمض. زيد وهذا هو بالنسبه للولد، هذا هو الموضوع اللي كاين بالنسبه للولد. انا باغي الولد يخف ونشوفوا شنو عنده، نعرفوا شنو عنده، يتحل بعدا اللغز ديالو، نعرفوا بعدا واحد الخيط منين نتبعو. يعني تاثير في الراس وفي الكرش. ديك النهار عملت له الرقيه، هو واقف تقيا ثلاثه د المرات، كيتقيا ويرتاح وعاود يبقى مده، عاود يتقيا، عاود يبقى مده، عاود يتقيا. يعني ملي نقرا عليه يحس بكرشو وبالراس ديالو، وانا براسي كنتاثر في الراس. انا ملي عندي الحسد في الراس والعين في الراس. انا العقل وانا الذكاء وانا هاد الامور هذيك. المهم العله الكبيره انا عندي في الراس. زيد العله الكبيره انا عندي في الراس. حتى هو نفس الشيء بالنسبه للحجامه اللي كندير انا فحال الحجامه ديالو. فين كنتاثر انا في الحجامه حتى هو كيتاثر. يعني نفس الجين، نفس الاعراض، نفس الامور كامل. زيد وهذا ما كان من الامور لحد الساعه راه واضح. باش ما نقولش بلي 90% ان عنده عاشق. لا ماشي 90%، 100% مليون في المية عنده عاشق ما نذكروش عليه. لان انا عندي العاشق، دوزت عاشقات وعارف الاعراض ديال العاشقات، ماشي غير كنقول هكذا. انا عارف الجين كنعرفو، يعني عارف الجين اللي عندنا حنا، وعارف الرقيه، وعارف الام. ماشي شي حاجه غايبه عليهم بقى غير نتلف ولا نقولوا الجين يهضر باش يضل الراقي ولا. انا كنقول حاجه كاينه بحال اللي جيت عند الاخوه هنا كاين، قلت لهم ها اللي عندي. قالوا لي انت كتقول ديك الشيء. قلت لهم انا كنقول هادشي، ماشي كنلزمكم به. الصدق هو اللي كاين. اللي عندي اللي شخص الحاله ديالي، انا شخصت راسي ما شخصتش الرقاس. الرقاس ما قدوش يشخصوا لي الحاله ديالي، لان الحاله ديالي كان فيه واحد التعقيد، كانت فرقه وموراها فرقه. هذيك الفرقه ملي خرجات بانت الاخرى. يعني كان عندي الحيات والساحرات وديك الشيء. ملي خرجوا هذوك بان الشيطان الحسن. ما كانش الشيطان الحسن باين، ولكن بان من خلال المنامات وديك الشيء، بان بان كاين شيطان الحسن. كنت كنشوفه في المنام وكنحاول نفسر المنام مزيان وديك الشيء وهادي، وكنستعن بالرقيه ديالكم وبالدروس ديالكم، واستفدت وفهمت وعرفت. اذا داك الشيء اللي مشخص انا ماشي بناء على اللي تعلمت منكم، وعلى اللي كان سميتو، وعلى اللي كنشوف. يعني غالبا هو السحره كاينين عندي وعنده. فهمتك. السحره كاينين عندي وعنده، لان هو كيحلم الطواليت، كيحلم المراحل داك الشيء، فهمتي؟ كيحلم راسو في المرحاض، كيحلم. يعني امور كاينه بحال اللي انا كنت كنحلم المراحل وديك الشيء وهادي، والامور ديال التكال والتجديد. والتجديد كاين تجديد في الخدام، تجديد في السيحه، تجديد المهم. هاد الامور هادي كاين جن واحد، نوع واحد، عائله وحده ولا قبيله وحده ولا. يعني كاين نوع واحد، كاين الحسد، كلهم حسد، كيمشيو على العين والحسد. فهمتك. سحره وكيمشيو على العين والحسد. كاين السحر هو هذاك ما كاينش، المهم العين والحسد كيجيبوها وكيمشيو عليها الى اخره. والتأثير الكبير أنا اللي بغيت هو الرقية على الرأس. التأثير الكبير عندنا في الرأس.
تكتب ديك مع عبد اللطيف عمل لي الرقيه على الراس بغيت نهبل بغيت نخرج عقلي. كنعمل الرقيه في سميتو عندي في الدار في الراس كانت تاثر بزاف وفي المفاصل والعظام كانت تاثر بزاف ومني كنت انا ندير الثلج ليديا وداكشي نتاثر في المفاصل بزاف هذاك هو علاش حتى هو عنده مشكل في المفاصل. يعني نفس الجين نفس الاعراض نفس يعني ما غاديش نتلفوا الحاله ديالي ديالو غتكون مطابقه للحاله ديالي هذا هو اللي يعني باش نعطيك واحد الخيط منين يا والله المستعان صلى الله الشفاء ان شاء الله. جلس انت عليه ولدك جلس عليه بغيت تركز على الود ما انا ما عنديش مشكل ميرزي حداك مرحبا طب الله ما يحش منها فصل يا وفقنا للخير اهضر معايا ركز معايا شي شويه ركز معايا مزيان شوف غنضب عينيك وركز معايا شوف هو غيقرا عليك انت اجي عطيني يديك واحد الدقيقه سير عندو وريه يديك دير هكا عندك ديك المفصل ديال السمع الكبير واه عطيني ديك المفصل ديك الاخرى يلا حك صباعك بها هكا هكا كوا وعندو المس في الفم كيدير في الماء صباع رجليك الصباع ديال رجليك كيما درنا في يديك هاك دير لي حيت رجليك انا نعمل شويه دير لي يدك هاكا وفوت له اعطيني يدك انت هدي انت هدي انت انت اصبر الله يجزيك بخير الله يكرمك اخويا الله يحكم الصباع بسم الله رجلي بزور دلو السرة ديالو حتى صبعك دلو السرة ديالو عطاني يدك عمود الثقال عطاني يدك نفس ما مع العمود الثقال مش الظهر كامل ماشي ناس مع العمود الثقال كاين الكاميرا كاين الكاميرا ماشي مشكل جيبها بصحة بغيت تجيبها عندك 9 سنين حول لا قوة الا بالله ركز اودي شوف ما تفتحش عينك ابدا والخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لزب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون قالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا منا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى
صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم مستسلمون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 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 يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 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 وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 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 وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 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 وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 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 يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أجيبوا داعي الله أسحر هذا أسحر هذا بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر للانتقام عظيم 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 يبطل كل سحر قوي للانتقام عظيم يبطل كل سحر قوي للانتقام عظيم يبطل كل سحر عظيم للانتقام يبطل كل سحر قوي للانتقام يبطل كل سحر عظيم للانتقام يبطل كل سحر للانتقام يبطل كل سحر للانتقام يبطل كل سحر للانتقام يبطل كل سحر صنعوه للانتقام يبطل كل سحر صنعوه للانتقام يبطل كل سحر صنعوه للانتقام يبطل كل سحر عظيم صنعوه للانتقام يبطل كل سحر قوي صنعوه للانتقام يبطل كل سحر 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 عظيم للانتقام يبطل كل سحر قوي للانتقام يبطل كل سحر عظيم للانتقام يبطل كل سحر بالدم للانتقام يبطل كل سحر قوي للانتقام يبطل كل سحر دام وطال للانتقام يبطل كل سحر بالدم للانتقام يبطل كل سحر قوي للانتقام بسم الله وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون وسحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاق اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الحاقدات من النساء اللهم أبطل سحر الحاسدات من النساء اللهم أبطل سحر رش في طعام اللهم أبطل سحر وضع في طعام اللهم أبطل سحر دفن في طعام اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر اللهم أبطل سحر منتقم وحاسد وحاق اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الأقارب اللهم أبطل سحر الأقرباء اللهم أبطل سحر القريباء اللهم أبطل سحر صنعوا للتفريق بين المرأة وزوجها صنعوا نفور الزوج من زوجته صنعوا عاشق تخدمه عاشق
عاشق جدني عاشق علي عاشق خدمته عاشق تحرزه عاشق بسم الله الله أكبر من كل جدني عاشق تسمع وترى عاشق تنسد تورى عاشق تستخفي تتورى عاشق تختبئ تتورى عاشق تنسد تورى عاشق جدني عاشق جدني عاشق الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق عمرت البدن عاشق استخفت في البدن عاشق جدني عاشق تسمع وترى عاشق استخفي تتورى عاشق تنس تتورى عاشق جدني عاشق الله أكبر من كل عاشق الله أكبر من كل عاشق تسمع وترى عاشق استخفي تتورى عاشق تختبئ تتورى عاشق تنس تتورى عاشق تستخفي تتورى عاشق تختبئ تتورى عاشق تنس تتورى عاشق تستخفي تتورى عاشق جدني عاشق الله أكبر من كل 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 عاشق تسمع وترى عاشق تنس تتورى عاشق تستخفي تتورى عاشق تختبئ تتورى عاشق الله أكبر من كل جني عاشق استخفت وتوارت اختبأت وتوارت نست وتوارت استخفت وتوارت اختبأت وتوارت عاشق جني عمرت بدن الابن عاشق عاشق جددت الأسحار في المنام في الليالي والرؤى والأحلام أطعمت الأسحار في المنام في الليالي والرؤى والأحلام سقت الأسحار في المنام في الليالي والرؤى والأحلام جددت الأسحار في المنام في الليالي والرؤى والأحلام أطعمت الأسحار في المنام في الليالي والرؤى والأحلام جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم حلم الأسحار في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم صنعت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم طعمت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم طعمت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم سقت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم طعمت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم طعمت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم طعمت الأسحار في كل ليلة في كل ليلة وحلم حلم جددت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم أطعمت الأسحار في كل ليلة وحلم حلم ساحر 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 جني ساحر جني ساحر عمرت بدن الأب سكنت بدن الأب عمرت جسد الأب عمرت بدن الأب سكنت جسد الأب ساحر بسم الله والله أكبر من كل ساحر جنية تستخفي تتور جنية تنس تتور جنية تختبئ تتور جنية تنس تتور جنية تستخفي تتور جنية تختبئ تتور جنية تسمع وترى جنية تسمع وترى جنية تسمع وترى ظالمة تسمع وترى تنس تتوارى تستخفي تتوارى تختبئ تتوارى جنية اللهم جل كل جنية ظالم اللهم اخرج كل جنية ظالم اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون من كل عرق وعضو وجزء وطرف يسحبون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون من كل عرق وعضو وجزء وطرف من كل مكان من كل مكان من الدم والعلوق من كل مكان من كل عق وعضو وجزء وطرف من كل مكان يسحبون يسحبون إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون من كل موضع يسحبون من كل مكان يسحبون من الدم والعروق يسحبون من الأيدي والأرجل يسحبون أجيبوا داعي الله 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 ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك
أولئك في ضلال مبين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع لدينا محضرون بسم الله الواحد الأحد تبطن كل عين وحسد تخدم خاج النية بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد تحرسها جنية بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد عليها جنية بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد تخلقها جنية بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد عليها جنية تبطل كل عين وحسد عليها جنية تبطل كل عين وحسد تخلقها جنية تبطل كل عين وحسد عليها جنية تحرسها جنية تخدمها جنية تقوت بها جنية عين عليها جنية عين عليها جنية تخدمها جنية تحرسها جنية عين عليها جنية عين عليها جنية عليها جنية تخدمها جنية تحرسها جنية توكلت بها جنية عليها جنية تخدمها جنية تحرسها جنية توكلت بها جنية عليها جنية عين وحسد نظرت وما ذكرت عين وحسد نظرت وما بركت عين وحسد نظرت وما قالت ما شاء الله عين وحسد نظرت وما قالت تبارك الله عين وحسد نظرت وما قالت ما شاء الله عين وحسد نظرت وما قالت تبارك الله عين وحسد نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله نظرت وما بركت نظرت وما ذكرت نظرت وما قالت ما شاء الله ما قالت تبارك الله اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اداها وضررها وشرها بالله الواحد الاحد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تخرج كل عين وحسد تزول كل عين وحسد الروح والبدن والجسد العظام والمفاصل والجسد تخرج كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تفر كل عين وحسد تخرج كل عين وحسد نظرت وما ذكرت عين وحسد نظرت وما بركت عين وحسد نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت وما قالت تبارك الله اللهم ادفع حرها اللهم ابرد حرها واخرج حرها وازل لداها وضررها وشرها بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين قوية نظرت
نظرت وما ذكرت تطل كل عين نظرت وما بردت تطل كل عين نظرت وما كبرت تطل كل عين نظرت وما قالت ما شاء الله تطل كل عين نظرت وما قالت تبارك الله كل عين نظرت وما بردت نظرت وما كبرت اطفئ اللهم يا ربي حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وشرها لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير زاغت عنهم الابصار فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها كل شيطان رجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير بسم الله تكفينا بسم الله تشفينا بسم الله تحمينا بسم الله تحفظنا بسم الله ترعانا بسم الله بعظمتها بسم الله بقدرها بسم الله بقوتها بسم الله ولا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير اللهم اهلك كل خادم وخادم اللهم احرق كل خادم وخادم اللهم عذب كل خادم وخادم اللهم دمر كل خادم وخادم اللهم عليك بكل خادم وخادم اللهم احرق كل خادم وخادم اللهم اهلك كل خادم وخادم اللهم عذب كل خادم وخادم اللهم دمر كل خادم وخادم اللهم عليك بكل خادم وخادم اللهم احرق بدن كل خادم وخادم اللهم اهلك جسد كل خادم وخادم اللهم عليك بكل خادم وخادم اللهم احرق كل خادم وخادم اللهم عليك بكل خادم وخادم اللهم دمر كل خادم وخادم اللهم اهلك كل خادم وخادم اللهم عذب كل خادم وخادم اللهم دمر كل خادم وخادم اللهم اهلك كل خادم وخادم اللهم احرق كل خادم وخادم واهلك كل خادم وخادم وعذب كل خادم وخادم اللهم عليك بكل عاشق اللهم عليك بكل ثعبان عاشق اللهم عليك بكل زانية منتقمة عاشق اللهم عليك بكل ظالمة عاشق اللهم اهلك كل ظالمة عاشق اللهم احرق كل ظالمة عاشق اللهم احرق جسد كل ظالمة عاشق اللهم احرق بدن كل ظالمة عاشق اللهم عليك بكل ظالمة عاشق اللهم عليك بكل ظالمة عاشق اللهم اهلك كل ظالمة عاشق
اللهم احرق كل ظالمة عاشق، اللهم اهلك كل ظالمة عاشق، اجعلها يا ربي إذا قامت تتألم، وإذا قعدت تتألم، وإذا اضطجعت تتألم، ألما ألما يا ربي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، اللهم بدلهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، اللهم بدلهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، اللهم بدلهم جلودا غير غالي واذقهم العذاب، واذقهم العذاب، واذقهم العذاب، واذقهم العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، 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 يذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم، كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غير غالي يذوقوا العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، قل عنهم لعنا كبيرا، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعنا كبيرا، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كبيرا، والعنهم لعنا كبيرا، ربنا 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 وآتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعنا كبيرا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، اللهم عليك بهم ومن معهم ومن سلك نهجهم ومن اختفى أثرهم ومن تبع خطاهم، اللهم لا تقل لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية، اللهم عليك بهم خداما وجنودا وأعوانا وأتباعا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدمار والشتات عليهم وبينهم، اللهم عليك بهم ومن والاهم ومن ناصرهم ومن سلك نهجهم ومن اختفى أثرهم ومن تبع خطاهم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، اللهم اهلك الظالمين، اللهم اهلك الظالمين، اللهم عذب الظالمين، اللهم دمر الظالمين، اللهم لا تقل الظالمين قائما ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مغصنا ولا غاية، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدمار والشتات عليهم وبينهم، اللهم اجعل عاليهم سافلا، اللهم بدلهم بدل القوة ضعفا وبدل العزة ذلا، اللهم احرقهم جميعا، اللهم اهلكهم جميعا، اللهم عذبهم جميعا، اللهم دمرهم جميعا، اللهم عليك بهم ومن معهم، اللهم عليك بهم ومن سار على دربهم واقتفى اثرهم وتبع خطاهم، اللهم عليك بهم يا رب جميعا، اللهم اجعل عاليهم سافلا، اللهم اجعل عاليهم سافلا، اللهم اجعل عاليهم سافلا، اللهم بدلهم بدل القوة ضعفا وبدل العزة ذلا، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك، ولا
إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اللهم أهلك الظالمين، اللهم أحرق الظالمين، اللهم عذب الظالمين، اللهم دمر الظالمين، اللهم لا تقم للظالمين قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اجعل الدمار والشدات عليهم وبينه. اللهم عليك بهم خداما وأعوانا وجنودا وأتباعا. اللهم اجعل الطلة عليهم والغضب عليهم والنار عليهم والذل والذلة عليهم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك. ولا إله غيرك 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 ولا إله غيرك. لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. بسم الله تكفينا، بسم الله تشفينا، بسم الله تحمينا، بسم الله تحفظنا، بسم الله ترعانا، بسم الله بعظمتنا، بسم الله بقدرنا، بسم الله بقوتنا، بسم الله. ولا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احصي السحرة عددا وقتلهم بددا يا رب على الأرض ولا في الأجساد ولا في الأبدان أحدا. اللهم لا تقم لهم قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدمار والشتات عليهم وبينهم. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك. ولا إله غيرك، لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرضين. لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا قيدا ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم رب الناس ويا إله الناس ويا خالق الناس، يا سامع الصوت يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالكين، يا إله الأولين والآخرين، اشف اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين وهذه أمة محمد أجمعين إلى الحق والسداد والرشد واليقين. وتب يا رب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر يا رب لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك مغفرتك ورضاك ونعوذ بك من سخطك ونارك. اللهم لا تقل للظالمين قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. اللهم علي قدرنا بالقرآن وارفع شأننا بالقرآن وانصرنا بحق كتابك المقدس العظيم على من عاذانا وآذانا وانتهك أعراضنا وأجسادنا وأبداننا بالقرآن. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم اغني قائد الحق والدين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم رب أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تقل للظالمين قائمة ولا تعلي لهم راية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا ابتداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم يا ربي اجعلهم في حسن حصين بحق السبع المثاني والقرآن العظيم من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ولي الصالحين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا إله الأولين والآخرين ويا ناصر المظلومين والمستضعفين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الطاهر التقي النقي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين المحجرين ما دامت السماوات والأرضين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحدا من خلقك أن تشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين وأن تهدي أمة محمد أجمعين إلى الحق والسداد والرشد واليقين. وتب يا رب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا كل ما مضى وأصلح لنا كل ما فات يا إله ورب الأرض والسماوات. كن يا رب معنا في كل خطوة نخطوها، اللهم كن معنا في كل خطوة نخطوها. لا إله إلا الله وما شاء الله كان
لم يشاء لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها نشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. لا إله إلا الله، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. وش قلت؟ ارتحيت شويه. ارتحيت؟ وش كان يضرك؟ وش اضرك؟ ضراتك شي حاجه؟ ما ضرك والو، متاكد؟ ما حسيتش بشي حاجه نهائيا؟ كتعرف تقرا العربيه؟ مزيان؟ حداش واصل في القران؟ حداش؟ لا لا ماشي القران، حداش فاش راه يقرا؟ الثالث. الله يبارك. حسيت حتى بحاجه؟ ما ضرك راسك؟ ما ضرك راسك وكرشك؟ حتى حاجه ما وجعتك نهائيا؟ دابا اش اللي كيوقع اخي محمد؟ دابا حنا ملي جينا جينا طايبين، جينا طايبين، ملي دخلنا عند سميتو عند الاخوه عند الشباب تما الفيضان، ولكن ملي بقينا هاد السيمانه كيوقع التجديد. فهمتك. تحلموا براسكم كتاكلوا؟ لا ما كناكلوش، ولكن ما شربت التجديد، ما شربت الماكله، وما حلمت، انا ما حلمتش الماكله، ولكن عندهم التجديد بزاف ديال سميتو، ماشي غير الماكله زيد، المهم كيجدد. دابا هكذا كان كيوقع لي مع الرقاص، كنمشي عند الرقيق راه حتى يعيا والو زيد، حتى ملي بديت نعمل البرنامج ديالي وداك الشيء وهادي عاد بداو يضعفوا، عاد بديت نتاثر، عاد بداو يطلعوا عندي في الدار وداك الشيء وهادي زيد. دابا هاد السيمانه هادي تاثرنا حنا هنا، فهمت يعني؟ النيفو ديالهم طلع، فهمت. ثم عند عبد اللطيف راه كنت غادي نوض نهرب زيد، غادي نوض، كنت حتى عند بديت من رمضان، رمضان تاثرت عنده وطلع عنده، وعند عبد اللطيف طلع، وعند رمضان طلع، ولكن عند رمضان بدا ينقص، كان نقص شويه، من جيت عندك عاوتاني الحد عاود كانوا زادوا نقصوا. فهمتك. النيفو زاد طحد، فهمتك. وطلع دابا انتم غادي تجلسوا هنايا؟ دابا حنا تزيرنا اخي، ما نقدروش نزيدو حنا، عرفتي علاش؟ دابا